السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تيفي مباشرة، معكم من طاقة عين السياح الحي المحمدي. يعني نفس الموضوع ديال العصابة اللي هجمات مكونة من 5 أشخاص، هجمات على محل بيع مأكولات سريعة بطوار الشوا واللحم والبقر. يعني فرقة محاربة العصابات تابعة الشرطة القضائية يعني التحقت بعين المكان من أجل التحقيق هذا الشيء اللي وقع، وعلاش وقع وعلاش هجموا الناس. يعني مول المحل اللي تعرض للاعتداء كيتهم المحل اللي حداه، دائما قال كيهددني كيقول لي حدا راسك. السفر امني في عين المكان، يعني كما كتلاحظوا جميع الاجهزه حلوا بعين المكان. هذا الشيء اللي توقع راه خطير بزاف، كلهم عندهم دراجه 33 ومن 8 وهزين اسلحه من نوع اسلحه بيضاء من نوع مدير، يعني جناوة كبار شيروا عليهم بالحجر وتعدوا على كذا تلزم. هنا أنظر عناصر محاربة العصابات داخل المحل من أجل أخذ الدي في إير، يعني تسجيل الكاميرات. هنا كاميرا شاده كلشي شنو وقع، 5 أشخاص مدراجة نارية من نوع 33 عندهم أسلحة بيضاء من نوع مدير، يعني شفروا اللحم والكبدة وتعدوا على المستخدمين داخل المحل. أصحاب المحل كيتهموا المحل اللي حداهم، كان دائما تيقول لهم ردوا معايا البال ردوا معايا البال. واليوم واش هو والله اعلم، التحقيق غادي يعرف كلشي ان شاء الله. رجال الامن غادي يوصلوا الجونات اللي نفذوا هذه العمليه ديال الاعتداء داخل المحل. مشاهدينا الكرام، استنفار امني كبير في مجازر القديمه. هذا الشيء تعرف ليه صاحب المحل بيع المأكولات السريعه، اللي تعداو عليه وكرفسوه وخصوه ليه السلعه ديالو. وغريب في الامر انهم خداو الكبده واللحم خضر، يعني هذا الشيء خطير بزاف. عناصر لافاك فرقة محاربة العصابات داخل المحل من أجل التحقيق.
وهذا هو المعلم الآن. إذا كنا نسلم على المعلم وهذا السيد.